لا مش فوتوغرافي. قبل ما نبدا في هذه الندوه الصحفيه بغينا ناكدوا انا والزميل ديالي في الحكومه سي خالد الطالب على واحد النقطه اساسيه، هي اننا قبل ما نكونوا وزراء احنا كذلك اباء وكذلك اساتذه، وكنتفهموا القلق الكبير اللي اليوم كيشعروا به الاولياء ديال الامور طلبه كليات الطب والصيدله بالمغرب. احنا اليوم من باب المسؤوليه بغينا نوصلوا للطلبه طالبات والطلبه والاولياء الامور ديالهم ان الحكومه كانت دائما ابوابها مفتوحه للحوار بهدف نلقاو حلول جميعا وما نضيعوش هذه السنه الجامعيه باي شكل من الاشكال. اولا بغيت نذكر بالمراحل اللي اجتازتها الوضعيه اللي تتعرفها اليوم هذه الكليات ديال الطب والصيدله منذ انطلاق مقاطعه الطلبه للدروس والتدريب في ديسمبر 2023. اولا تم عقد اجتماعات مع ممثلي الطلبه على مستوى الكليات من اجل تقديم كافه الايضاحات للتساؤلات حول الاصلاح البيداغوجي والاجراءات المواكبه لهذا الاصلاح. ثانيا تم عقد 14 اجتماع على المستوى الوطني مع ممثلين طلبه كليه الطب والصيدله العموميه خلال الفتره الممتده ما بين ديسمبر 2023 وفبراير 2024. 14 اجتماع، وملي كنقول اجتماع القليل في هذه الاجتماعات عنده 4-5 سوايع. وفي هذه الاجتماعات تيكون الحضور ديال الوزارتين، الكاتب العام ديال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية، ومسؤولين بهذه الوزارة، وكذلك رئيس جامعة السلطان مولاي إسماعيل اللي هو منسق ديال شبكة كلية الطب والصيدلة وكلية الطب الأسنان، وكذلك مدير الموارد البشرية ومدير التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بهذه الوزارة، وكذلك عمداء ونواب عمداء لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وكذلك ممثلين من الأساتذة خلال اجتماع 15 فبراير 2024. تخصصت هذه الاجتماعات لدراسة الوضعية اللي كتعرفها كليات الطب والصيدلة واقتراح مجموعة من الإجراءات لمعالجة الإشكالات المطروحة وكذا مختلف آليات المقررة لمواكبة النظام الجديد للتكوين. خلال هذه الاجتماعات قدم ممثلو الوزارتين ومنسق شبكة كلية الطب والصيدلة وكلية طب الأسنان وعمداء الكليات إيضاحات مستفيضة حول التساؤلات اللي أثارها ممثلو الطلبة مع إبراز مستجدات الإصلاح البيداغوجي والأوراس المفتوحة. ومن بين هذه النقط تقديم مشاريع الإصلاح اللي تم إطلاقها في إطار تصور متكامل تم التوافق بشأنه بعد إعداد عدة دراسات من طرف الخبراء والقيام بتحليل وتقييم للوضعية الراهنة للتأطير الطبي ببلادنا والوقوف على الإكراهات والإشكالات الجوهرية لتعترض طموح بلادنا في هذا المجال. مدى تقدم الأشغال بمشاريع الإصلاح البيداغوجي وإبراز الحيتيات التي مكنت من تحديد الإجراءات والتدابير المتخذة وعمليات التشاور والإشراك التي قامت بها الوزارتين من أجل تحديد كيفية تفعيل هذه الإجراءات والتدابير وبرمجتها التدريجية على مراحل خلال الفترة الزمنية المتراوحة بين 2022 و 2027. الدواعي البيداغوجية المحضة التي أسست لاتخاذ قرار تقليص مدة الدراسة من 7 سنوات إلى 6 سنوات، والتي تصب في الجهود المبذولة لتجويد التكوين الطبي، وذلك بعد إجراء دراسة وتقييم داخلي للتكوينات الطبية من طرف لجنة خبراء، والتي أفضت إلى مجموعة من التوصيات تخص أساسا الهندسة البيداغوجية ومحتوى هذه التكوينات وطرق التدريس. هذا الإجراء تم اتخاذه في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية للحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة
الصحيه من خلال تجويد التكوينات الطبيه كيف ما كيتماشى هذا الاجراء مع توصيات النموذج التنموي الجديد. ونريد ان نؤكد هنا للراي العام والطلبه واولياء امورهم بكل مسؤوليه ان اعتماد 6 سنوات كمده للدراسات الطبيه تحفظ القيمه المعنويه والعلميه لهذه الشهاده سواء وطنيا او دوليا ولا تمس بتاتا بجوده التكوين. البرمجه المرتقبه لتوسيع اراضي التدريب الاستشفائيه من خلال ادماج المستشفيات الاقليميه والمحليه والمراكز الصحيه من خلال المجموعات الصحيه الترابيه GST مع الاستناد الى معايير بيداغوجيه تضمن جوده التكوين والتأطير من أجل اعتماد أراضي التدريب الاستشفائية والمشرفين عليها، وذلك من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية التي ستحدث بمرسوم. تعزيز التأطير الطبي للتدريب الاستشفائية بمساهمة الطاقم الطبي للمستشفيات الإقليمية والمحلية والمركزية والمراكز الصحية من خلال الإشراف على تدريب طلبة بتنسيق وثيق مع المؤطرين من بين الأساتذة الباحثين، وفي هذا الصدد إحداث مهمة مشرف على التدريب بموجب مرسوم. دور مراكز تدريب للمحاكاة للسيمولاسيون والتطبيب عن بعد لتيليميدسين لأول مرة كندخلوها، يعني شمولية في جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في المغرب. تقدم أشغال إعداد لإصلاح البيداغوجي للسلكتال دبلوم التخصص والتغيير الذي سيطرأ على الوضعيات القانونية للمقيمين، إضافة إلى مجموعة مختلفة من الإيضاحات حول التنظيم البيداغوجي والتدريب الاستشفائية والموارد البشرية والتجهيزات التقنية التي تم توفيرها خلال سنتي 2022-2023 وتلك المبرمجة للفترة المتبقية 2024-2027 والمحددة بموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والجامعات. أخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المقدمة من طرف الطلبة وبعد وتحديد نقاط الالتقاء والاختلاف بين مختلف الأطراف المعنية، تم تحرير وثيقة بشراكة مع ممثلي الطلبة تحدد أهم الإجراءات التي تستجيب لمطالب الطلبة والتي أغلبها يندرج ضمن التدابير المبرمجة من طرف الحكومة في إطار مشاريع الإصلاح التي يتم تفعيلها تدريجيا وعلى مراحل. بعد التوافق على محتوى الوثيقة، طلب ممثلو الطلبة مهلة زمنية من أجل الرجوع إلى كافة الطلبة من أجل اتخاذ قرار رفع المقاطعة، إلا أن الطلبة لم يرفعوا المقاطعة ولم يطلبوا أيضا الرجوع إلى طاولة الحوار، بل لم يستجيبوا إلى عدة دعوات من طرف الوزارة لعقد لقاء في الفترة الممتدة ما بين 20 ديسمبر و 12 فبراير وهي فترة الامتحانات، ما يبين على نيتهم عدم الرجوع إلى الحوار ومقاطعة الامتحانات. وكما تعلمون، رغم بلاغ الوزارتين الذي تم نشره في 16 فبراير 2024، استمر الطلبة في مقاطعة الامتحانات. اليوم المغاربة كيشوفوا المشروع الإصلاحي للحكومة لتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية وإصلاح منظومة التعليم العالي، واللي هو إصلاح كبير وكيتطلب منا وقت للتنزيل. وكلنا مؤمنين بأنه عندنا مسؤولية جماعية باش نجحوا هذا الإصلاح. لذلك فاليوم من غير المقبول أن الدولة تبقى مربعة يديها أمام هذا الهدر الزمني الجامعي واللي غادي يأثر بشكل سلبي على المشاريع الإصلاحية ديال الدولة وغادي يعطل الأجراء ديالها. بعد استنفاد جميع الحلول الواقعية لإقناع الطلبة بضرورة مواصلة دراستهم وإخبارهم أن الهدف الأساسي لمشاريع الإصلاح البيداغوجي هو توفير تكوين ذي جودة في ظروف ملائمة تتماشى مع المعايير الدولية المتداولة في هذا المجال، وبما أن الحكومة برهنات في العديد من المحطات خلال جولات الحوار مع الطلبة على حسن النية ديالها وأعلنات على عدة مكتسبات لصالح الطلبة، فاليوم أصبح لابد أننا نزيد القدام
وما نسمحوش بتعثر المشاريع الإصلاحية ديال قطاع الصحة اللي محتاجها بلادنا وجميع المواطنين. وعليه فاليوم الحكومة قررت بما يلي بخصوص الفصل الأول لهذه السنة، بأن امتحانات الفصل الأول التي تبرمجت مرتين على التوالي من طرف كل كلية على حدة، وأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية التي تم هدرها من السنة الجامعية ما يقارب شهرين، سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الأول الامتحانات الكتابية والتدريب الاستشفائية مباشرة بعد نهاية الامتحانات، وبهذا ينتهي الفصل الأول. وغادي يتم تنظيم الدورة الاستدراكية للفصل الأول في آخر السنة الجامعية. بخصوص الفصل الثاني، كنعلنوا بأن الدروس والتدريب الاستشفائية الخاصة بالفصل الثاني للسنة ستبدأ مباشرة بعد نهاية امتحانات المبرمجة للدورة الأولى، لآخر امتحانات غادي تكون ويتوجب على الطلبة المعنيين الالتحاق بميادين التدريب الاستشفائية مباشرة بعد نشر لوائح توزيع الطلبة على ميادين التدريب، وفي حالة تغيب 3 مرات يعتبر التدريب غير مستوفى. هذه الإجراءات جاءت لأنه بكل صراحة لمسنا بأنه الحوار وصل للباب المسدود مع الطلبة، واليوم نتحمل مسؤوليتنا السياسية أمام هذا الوضع، لأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نقبل أن نتناقش بعض الأمور التي تدخل في إطار قرارات استراتيجية وسيادية ديال الدولة. وإن اليوم قرار الخفض من عدد السنوات الدراسة للحصول على دبلوم الطب العام من 7 إلى 6 سنوات هو قرار لا رجعة فيه، لأنه قرار في صالح الطالب والمنظومة والمريض، وفي صالح ديال الوطن أولا وقبل كل شيء. بيتنأكد بكل أمانة لأولياء الأمور أن بناتكم وأبناءكم غادي ياخدوا دبلوم دكتوراه في الطب بحالهم بحال الأفواج اللي سبقوهم قبل الإصلاح، وهو دبلوم له كامل المصداقية، ويحتفظ بالقيمة العلمية والمعنوية لهذه الشهادة سواء وطنيا أو دوليا، ولا يمس بتاتا بجودة التكوين. ورسالة أخرى للآباء، يكون مطمئنين أن الحكومة غادي تكون حريصة على السلامة الجسدية والنفسية للطلبة وحقهم في متابعة تكوينهم. الحكومة غادي تكون حازمة أمام أي تصرفات غير أخلاقية من تحريض على العنف أو التشهير أو ابتزاز أو تنمر، ولن تتسامح مع أي شخص يقوم بترهيب الطلبة ومنعهم من متابعة دراستهم. بركة من ترهيب الطلبة وممارسة العنف والتحريض عليه في مواقع التواصل الاجتماعي. إن كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان تسعى جاهدة إلى تكوين أطباء أكفاء متشبعين بأخلاق ومبادئ هذه المهنة النبيلة والإنسانية، وعليه ليس هناك مكان بالكليات المغربية لأشخاص يمارسون العنف المعنوي ويعاملون زملائهم معاملة قاسية ومهينة من وحاطة من كرامتهم. وكونوا على يقين باللي الحكومة ما غاديش تسمح بأي حال من الأحوال باستمرار بعض الممارسات الغير مقبولة داخل الفضاء الجامعي. وهنا ضروري باش نقولوا واحد الرسالة، وهي أن من يريد التكوين بهذا البلد والذهاب للخارج هذا حقه الكامل، لكن ما يفرضش علينا الشروط ديالو. هذه شروط المغرب في التكوين الطبي، والكل يعرف الكفاءة ديال الأطباء ديالنا على المستوى، وما نكونوش يقبلوا في المنظومات الصحية ديال هاد البلدان. طبيب والطبيبة المغربية مطلوبة على الصعيد الدولي، ولكن اللي بغانا ننظموا شي دبلوم في المغرب باش نمشي بيه على برا ما مقبولاش نهائيا. كنديروا الدبلومات وكنديروا التكوينات للمغاربة ماشي لشي دولة اخرى، ولا كان شي واحد بغي يمشي لشي دولة اخرى عنده الحق يمشي، ولكن ما يفرضش علينا اشنا هي
البيداغوج ديال اللي خصنا نسمعو. وشكرا، نعطي الكلمه للسيد الوزير.